في هذا الملف مشاهدينا، وللوقوف أكثر على السياسات الإيرانية في المنطقة المزعزعة للاستقرار في ظل محاولات تقارب عربية لاحتوائها، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب المختص في الشأن الإيراني الأستاذ نوري حمزة. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بكم. إلغاء مباراة نادي السعودي وإيراني بسبب وضع تماثيل لقاسم سليماني في ملعب المباراة، ما دلالة ذلك برأيك والرجل مصنف إرهابيا على الأقل في المنطقة العربية وكذلك أمريكا؟ سعوديا تريد المملكة العربية السعودية إثبات وجهة نظرها أنها قاسم سليماني شخص إرهابي كان مطلوب دوليا، قتل من قبل الولايات المتحدة، وبما أنه يديه ملطخة بدماء عربية في العراق وسوريا ولبنان واليمن وبلدان أخرى، فلا يجب أن تتسامح مع إيران في كل الأحوال، خاص فيما يتمثل في دعمها وعمل دعاية بصورة قاسم سليماني واستخدامها بشكل سيء وعمل بروباغندا وإلى آخره. أرادت المملكة العربية السعودية أن تحرج إيران، وفعلا استطاعت أن تقف إيران في هذه المرحلة وفي هذه العملية السياسية الإعلامية الكبيرة. هنا كيف تقرأ الفعل الإيراني بوضع التماثيل لسليماني في ملعب المباراة في ظل محاولات الدول العربية مد الجسور تحييد الخلافات المستمرة منذ سنوات؟ ببساطة، إيران تريد تقول أن سليماني لم يكن إرهابي، وإنما قاسم سليماني كان جنرال بين قوسين حارب الإرهاب بين قوسين السني العربي. بما هذه الوجهة النظر الإيرانية، إيران تريد تروج لها منذ سنوات عديدة، ولهذا تحاول على سبيل المثال حين يستضيفها ضيوف حتى من الاتحاد الأوروبي في الوزارة الخارجية إيران يضعون صور قاسم سليماني على الجدران في خلف الضيوف وإلى آخره، ويريدون يعني يروجون لهذا الفكرة أنه سليماني شخص نزيه، شخص حارب الإرهاب، شخص يجب الاحتذاء بعمله وإلى آخره. هذا ما تريده إيران من جهة. من جهة أخرى، الطرف العربي بالطبع يرفض، الرأي العام الإيراني بحد ذاته يرفض، الرأي العام العربي يرفض. من جانب آخر، أنه تسييس كرة القدم في الواقع واستخدامها لصالح في الواقع توسيع الإرهاب وليس لمكافحة الإرهاب، لأنه قاسم سليمان هو مصنف إرهابيا كما قلت وهذا معروف دوليا، فاستخدام كرة القدم في هذا المجال أيضا كان في الواقع إيران وقعت في مكان خطأ، والخطة كانت خطأ من أساسها، ولهذا يعني فشلت كما مخططتها السابقة. طيب هنا يعني ماذا تريد إيران من ردود فعلها المتكررة المستفزة على محاولات التقارب العربي وحل الأزمات؟ يعني تصر على احتلال جزر الإمارات الثلاث وكذلك التدخل بالدول العربية، ويعني استفزازاتها حتى قرب مضيق هرمز، ماذا تريد من خلال كل هذه الاستفزازات؟ إيران تريد تقول نحن كما نحن، نحن لا نغير في نهجنا وسياستنا التوسعية في الإقليم في الشرق الأوسط واتجاهنا تجاه الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية، نحن نكون كل العداء لكل ما هو عربي بالخط العريض. وإذا اليوم اقتربنا المملكة العربية السعودية نتيجة ظروفنا، نحن اليوم بشكل آخر نفتح المجال مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى، بينما بين قوسين أنه قضية السلام المزعوم بين المملكة العربية السعودية وبين إيران هو كان يعني في الواقع بوساطة صينية، وليس المملكة العربية السعودية تعرف جيدا أنه لا يمكن الوثوق بالجانب الإيراني على الإطلاق، هذا جانب العربي يعرفه، هذا مفروض يعني مفروض من الأمر، ولكن الوثوق كان في هذا الوسط، كان يعني اليد العليا كانت للصينيين بصفتها كدولة عضو مجلس الأمن الأمم المتحدة، دولة قوية، دولة لديها استثمارات في المنطقة، لها ثقلها وتأثيرها العالمي وإلى آخره. فالثقة جاءت بناء على طلب الصين يعني وليس الجانب الآخر، وإلا الطرفين هم يعرفون أن الملفات شائكة، إيران تريد التوسع، إيران ما زالت حركت ملفات خور عبد الله، ملف
حقل الدرة وكذلك تطفلات الحوثيين في اليمن. كل هذه الأحداث حدثت فيما بعد هذا الاتفاق الإيراني السعودي بوساطة صينية. طيب. إيران تريد تقول نحن كما نحن لا نغير في نهجنا وسياساتنا، مستمرين في هذا الشيء. هناك جانب بسيط إيراني يريد يحاول أن يبني حقيقة جسور وعلاقات مع الجانب العربي والدول العربية والمملكة العربية السعودية بثقلها وإلى آخره، لكن الدولة العميقة الإيرانية المؤلفة والمبنية على الفكرة الشعوبية المعادية للإنسان العربي والمبتنية على المذهب الاثنى عشري واللغة الفارسية هي لا تريد ولا تحبث التقرب إلى أي عربي أي كان. فبناء على هذا هذه الدولة لديها اليد العليا بحرس الثور اليوم، وهو ما ينفذه في الواقع. طيب. كل الاستفزازات تجي من الحرس الثوري بما فيها استفزاز إصفهان. ألا ترى أن السياسات العربية الجانحة للسلام وحل الأزمات في ظل ردود فعل إيرانية عنيفة بعيدة عن السياقات وسياقات التفاعل الإيراني مع السياسات العربية، ألا تراها متناقضة؟ يعني الدول العربية تمد يد السلام والتقارب مع إيران وحل الأزمات، ولكن إيران تصر على هذه الردود العنيفة. طب يعني المتناقضة متناقضة، نعم. أن هناك مشاكل، نعم. أن هناك إيران لديها توسع لم تغير من برامجها وطموحها في المنطقة، نعم. كلها. والجانب العربي يعرف هذا بشكل جيد. لكن الجانب العربي من جهة وخاصة المملكة العربية السعودية لديها سياسة عميقة جدا. يعني عندها صبر استراتيجي لا مثيل له في العالم. يعني هذا أمر حقيقي معترف به يعني من قبل خبراء السياسة الدولية. نعم. لديها صبر استراتيجي ومحددات واضحة في هذا الصبر. يعني لا مثيل له، لكن متى أن يطفح هذا الكيل في الواقع وينتهي هذا الصبر لا نعرف. إيران مستمرة باستفزازاتها وسوف تستمر بملفات عديدة تخلق هي أزمات وإلى آخره، لكن من جهة أخرى هناك صبر عربي لحد حتى اللحظة. لا نعرف في المستقبل ماذا يحدث وكيف تتماشى المملكة العربية السعودية مع إيران وكيف تواجه إيران، هذا حسب الموقف. هنا أيضا حليف العرب في واشنطن يصر على سياسة الاحتواء رغم معاناته هو نفسه وذاته في ملف النووي، إلى أي مدى ترى أن ذلك يقوي إيران وبما أنها أمنت العقاب والإفراج عن 6 مليارات بعد الإفراج عن المعتقلين كان خير شاهد في المرحلة الأخيرة؟ أتحفظ على كلمة على تسمية حليف العرب، لا يوجد حليف العرب في واشنطن، هناك مصالح بين، فإذا جاءت إدارة مغربة للدول العربية نتيجة مصالح وإذا جاءت إدارة ابتعدت نتيجة مصالح أيضا. نعم. معروف الديمقراطيين اليوم اللي يحكمون في البيت الأبيض هم يعني ليس حلفاء العرب، على العكس يعني هم بشكل آخر يستفزون الدول العربية بشكل آخر، يعني يفتحون ملفات لا جدوى من فتحها، لديهم عداء للمنطقة العربية، هذا واضح في سياسة الديمقراطيين مع الأسف. دعمهم للإسلام السياسي في المنطقة وعلى رأسهم الحرس الثوري وإرهاب الحرس الثوري وفي الواقع يعني فك الحصار على إيران بشكل آخر ودعمها بمليارات الدولارات، هذا أكيد دلالات واضحة أنه لا يوجد حليف العرب هناك. هناك مصالح اليوم، مصالح أمريكا تقتضي أن تتغرب لإيران، هذا الأمر غدا قد تقتضي تتغرب للعرب، هذا ايضا يعني وارد، امر وارد. فلا يوجد حليف ثابت للعرب لا في واشنطن ولا في اي مكان اخر. نعم، عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب والمختص في الشأن الايراني الاستاذ نوري حمزه، شكرا جزيلا على هذه المداخله.